الوفاء لتضحياتهم الجسام وبهدف تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي قدمتها الكوادر الطبية خلال الحرب على سوريا، عرضت نقابة الفنانين في مدينة حلب العمل المسرحي إسعاف صريح على مسرح النقابة. نحن عم نقول بهذا العمل أن الطبيب بخلال الأزمة وما قبل الأزمة وما بعد الأزمة قدم تضحيات كبيرة جدا جدا، والطبيب ما عنده جنسية، ما في عنا طبيب إلا بيقدر بيترك البلد وبيروح لأي مؤتمر في العالم وما بيرجع، لكن وجوده هون وبقيانه ببلده يعني أنه هو إنسان وطني. هي المسرحية نوع جديد عم نقوم فيه، ومثل ما بقولوا هالأطباء في هالأزمة هنن والممرضين يا ما أسعفوا ناس، ومثل ما بقولوا أجحفنا بحقهم كلياتنا، فلازم مثل ما أسعفونا في هالأزمة نحن نسعفهم بالبسمة الحلوة على وجوههم، يعني خلي يرتاحوا. عمل عم يسلط الضوء على الطبيب واللي كان هو يعني له أيادي بيضاء في هالفترة هاي، وعمل يعني يرمز إلى أنه للكوميدية الحلوة وظريف جدا، وأنا دوري في العمل يعني رقيب أول في الشرطة، طبعا مقيم في المشفى نتيجة الضغوطات والظروف اللي صارت. أنا أخذ دور الممرضة الإنسانية، لا يعني الإنسانية واللا إنسانية، أنه هي ممرضة بس غير مبالية، هي آخر شيء بتوقع بشر أعمالها، بتكون مستهترة بشغلها بدوامها، ما بتسأل على حدا، فآخر الشيء بيطلع مريض بالمشفى هو بخصها يلي هي أهملت علاجه، فهو تسبب بحالة وفاته. الفنانون عبروا عن سعادتهم الكبيرة في تجسيد تضحيات الكوادر الطبية في هذا العمل المسرحي الذي يعد مختلف جداً عن ما قدمه مسرح النقابة سابقاً، فهو يلامس يوميات المواطن السوري في حلب. دوري بهذا العمل هو العجوز، شخصية طيبة بسيطة بدون تعقيد. هذا العمل تناول جانب ما تناولوه زملاء بهي الأزمة، وهو جانب اجتماعي بيحكي عن المعاناة اللي كنا نعاني فيها بالمشافي بالناحية الإيجابية وبالناحية السلبية، وحكى عن دور الدكتور وطبيعة دوره في هي الأزمة. أنا أخذ دور هو المارد، هو اللي بنقل الزمان والمكان للأطباء، أنا بأخذ الأطباء لزمن الجاهلية وبأخذ الأطباء لزمننا هذا لحتى يشوفوا أهمية الطب، يشوفوا مراحل الطب، تطور الطب. العمل يعتبر الأول من نوعه من خلال القضايا التي يطرحها للمرة الأولى، لا سيما بأنه يتحدث عن ما قدمته الكوادر الطبية في المشافي أثناء الحرب على سوريا، خاصة أثناء تساقط القذائف على المدينة.